الأطفال هذه السنوات، تفتكري حضرتك لسه هيبقوا يعني عندهم إقبال على أفلام الكرتون القديمة اللي شكلها يعني من زمان؟ بصي، الطفل بينبهر بأي حاجة فيها صورة وخيال. فأنت اللي بتقدميه في صورة وخيال بيوصل. عملتيه 2D، عملتيه 3D، وفي المواصفات الفنية هيوصل للطفل، هينبهر بيه ويتبسط. عملتي له الحاجات اللي هي زي ما بنقول كده مجرد ان هي تشخيص، ده اللي قدامه فقاعد بيشوفه، بيتقبله لان هو اللي عنده اللي معروض عليه. أيوة. فدي يرجع للشركات الانتاج، عاوزه حاجات اسرع شويه في الانتاج وتجيب فلوسها بسرعه. انا كنت بعمل الانتاج الكرتوني بتاعي لما اشتغلت في القنوات المتخصصه، كنت المنتج الفردي للكرتون اللي كان بينتجه في الاستوديوهات الخارجيه. كنت بعمل الفيدباك بتاعي على الشغل ده على اولاد العيله، اولاد اخواتي واحفاد اخواتي الصغيرين، كانوا متقبلين كل انواع الكرتون، كانوا بيبقوا قاعدين قدام الشاشه عاملين كده. المهم انت بتوصليه ازاي، وبعدين انت بتبهريه بالفكره، بتبهريه باللون، بتبهريه بالحركه. ايوه، بتوصلي له رساله.